بسم الله الرحمن الرحيم. لقاء وموعد مع مشاهير النجوم، والنهاردة معانا برنسيسة من برنسيسات السينما، النجمة الجميلة نور. هنتعرف على السيرة الذاتية مختصرة في دقائق سريعة. الفنانة نور من مواليد دولة لبنان في مدينة بيروت، ولدت يوم 23/12/1977، والاسم الحقيقي لها مريان فيليب حبيب. نور ده مش اسمك الحقيقي؟ لا. مين اللي سماهولك؟ أنا. إيه إيه؟ أنا اسمي مريان. مريان. أه. وعشت طول عمرك مريان. طبعاً. والفنانة الجميلة نور درست في مدرسة الراهبات الأنطوانيات، ثم التحقت بكلية الفنون الجميلة قسم رسم ونحت وتصوير عام 2000. وأول بدايتها كانت في الإعلانات التي فتحت لها أبواب السينما. أول أعمالها كان فيلم شورت وفانيلا وكاب مع النجم أحمد السقا. انت اقرب قلبي ليا، انت في عيوني ملاك، لو يفوت العمر جنبك عمري كله يكون فداك، لو يفوت العمر جنبك عمري كله يكون فداك. وفي عام 2001 شاركت في فيلم اصحاب ولا بيزنس مع مصطفى قمر وسلامة. الفنانة الجميلة نور تزوجت عام 2008 من رجل الأعمال السوري يوسف أنطاقي. قدمت العديد من الأعمال الفنية الجميلة مثل فيلم إزاي البنات تحبك عام 2003 مع هاني سلامة ومحمد رجب، وفيلم سنة أولى نصب عام 2004، وأيضا فيلم 2004 مع النجم محمد سعد. وفي عام 2006 شاركت في فيلمين مع النجم أحمد حلمي، فيلم مطب صناعي طارق. عمر مين برا على الفوطة؟ إن شاء الله أمتص في نظرك، يا رب يجي لي شلل في رجلك إن كنت بجد. وكيلة افتح الشيش خلي الشمس تدخل. إيه الألمتال اللي أنت ركبتيه فجأة ده؟ مطب صناعي. إيه ده؟ 2005 شاركت مع النجم تامر حسني في فيلم سيد العاطل، وفيلم ملاكي اسكندرية مع النجم أحمد عز. وكان أول بدايتها في الدراما في نفس العام في 2005 مسلسل العميل 1001 مع النجم مصطفى شعبان ونجمة نيلي كريم. أما في عام 2007 فشاركت في فيلمين، نقطة رجوع وفيلم كشف حساب. وفي عام 2008 قدمت مسلسل دموع القمر. وفي عام 2009 شاركت في فيلم ميكانو وغابت عن الشاشة لمدة 5 سنوات، ثم عادت عام 2004 في مسلسلين سرايا عبدين والإكسلانس. وفي عام 2018 مسلسل رحيم مع النجم ياسر جلال. وفي عام 2020 شاركت في مسلسل البرنس مع النجم محمد رمضان. لو يفوت العمر جنبك عمري كله يكون فداك. دي كانت نبذة سريعة مختصرة عن إحدى برنسيسات السينما، النجمة الجميلة نور.